علماء فلك يرصدون ثقبا أسودا هائلا يمتص يوميا ما يعادل طاقة شمس كاملة، فما هو؟ المرصد الأوروبي الجنوبي قال في بيان إنه تم اكتشاف الثقب الأسود الأسرع نموا، كتلته تعادل 17 مليار شمس، ويلتهم ما يزيد قليلا عن طاقة شمس واحدة كل يوم. الضوء الناتج عن المادة المنجذبة إليه يعادل 500 مليار شمس. الباحثون اكتشفوا هذا الثقب باستخدام أحد أكبر التلسكوبات في العالم، ويقولون إن ضوءه استغرق 12 مليار سنة للوصول إلى التلسكوب، ما يجعل من الممكن تأريخ وجوده إلى قبل 14 مليار سنة. الثقوب السوداء هي منطقة في الفضاء تكون فيها الجاذبية قوية جدا، بحيث لا يستطيع الضوء الإفلات منها. وكالة الفضاء ناسا تقول إن هذه الثقوب تتشكل نتيجة لموت إحدى النجوم.